اهلا ومرحبا بكم اخواني الكرام في فيديو جديد وصفها البعض بالفشوش الزايد، خطوه غريبه من حكيم زياش تجاه مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراي. وبالصور الشيشه تضع اشرف حكيمي وبامبي في قلب زوبعه جديده والتفاصيل حارقه جدا فانتظروه. الركراكي المنتخب الوطني المغربي لا يقبل الابتزاز وباب العودة مفتوح لحكيم زياش لكن بشروطه. بتوصية من الأسطورة ليونيل ميسي برشلونة يريد إلياس بن الصغير والتفاصيل رائعة جدا فانتظروه. ريال مدريد يغدر بإبراهيم دياز والأخير في طريقه إلى هذا النادي العملاق والتفاصيل حارقة جدا فانتظروه. قناة فضائية تونسية تفجر مفاجأة مدوية بخصوص خليفة ريكاردو في الرجاء. مدرب منتخب الكابون يتحدى المنتخب الوطني المغربي وهذا ما قاله بالضبط. المنتخب الوطني المغربي يشد الرحال إلى الكابون. أهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام من جديد. كشفت قناة التلفزيونية نسمة التونسية أن سعيد الدريدي الذي شغل في وقت سابق مدربا بالنادي أولمبيك خليج أصبح مرشحا لتدريب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم خلفا للبرتغالي ريكاردو سابيونيتو. وأوضحت القناة التلفزيونية التونسية من خلال تدوين على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيها بطل المغرب لم ينتصر في آخر 5 مباريات ويحتل المركز 11 في الدوري، أدريدي مرشح لتعويض البرتغالية ريكاردو سابيونيتو. في السياق ذاته كشفت يومية الصباح في عددها ليوم الثلاثاء أن عادل الهال رئيس المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم يعيش فترة عصيبة بعد ارتفاع أصوات المطالبين برحيلها عن القلعة الخضراء بعد أشهر قليلة أمضاها على كرسي الرئاسة، والسبب حسب الجماهير عدم قدرته على تسيير وتدبير شؤون النادي. وشد على عادل الهال رئيس الفريق الأول بعد عجز المدرب ريكاردو سابيونيتو عن تحقيق أول فوز في 5 مباريات لها بالبطولة الوطنية، وظهر الفريق بمستوى متوسط جدا ناهيك عن الأثر الذي خلفته صورة المدرب وهو يركب عربة تاكسي بعد مواجهة المغرب التطوانية في سانية الرمل نهاية الأسبوع الماضي. ووفق الجريدة ذاتها فقد دعت بعض الجماهير إلى التحرك المنخرطين لإنهاء مقام مكتب هذا والذي انتخب أخيرا رئيسا للنادي خلفا لمحمد بودريق الذي لا يزال موقوفا بألمانيا بسبب النتائج السلبية التي رافقت الفريق أخيرا، إذ بات على بعد 10 نقاط من الصدارة التي عززها فريق نادة بركان الأحد الماضي بفوز على اتحاد تورقة بهدف 0. وحضرت جماهير وبعض مكونات الفريق الأخضر من بغب الدخول دور مجموعات عصبة أبطال إفريقيا بالوضعية الحالية ما قد يسيء للنادي المتوج بلقب العصبة ل3 مناسبات سابقة. وفي السياق نفسها اقترح بعض المنخرطين ومحبي النادي إعادة عبد الكريم الجنان لقيادة الفريق وإقالة البرتغالي سابيونيتو علما أن المدرب الوطني قد قاد الرجاء الرياضي ل3 انتصارات متتالية بعدما كان مدربا مؤقتا للفريق خلفا لوريس ميرسفيغو المقال في بداية الموسم الرياضي. ومن المقرر حسب المصادر الجريدة أقصد الصباح أن يجتمع بعض منخرطي الرجاء البيضاوية خلال الأيام القليلة المقبلة لتدارس حول وضعية الفريق، ومن غير المستبعد أن يقدموا مقترحات للمكتب المسير. اعترف تيري مويما مدرب الكابون بقوة المنتخب الوطني المغربي قبل مواجهته برسم الجولة 5 من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، مؤكدا أن مجموعته ستحقق التأهل إلى نهائيات البطولة القارية. وقال مويما في تصريح أورده موقع كابون ميديا تيم الكابونية المغرب
منتخب كبير، لكن الأمر متروك لنا للتأكد من أنهم لا يرتكبون أي خطأ. وتابع مدرب منتخب الغابون: سوف نتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية بالمغرب على حساب المنتخب المغربي قبل المباراة الأخيرة. ويستقبل المنتخب الغابوني نظيره المغربي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة المغربية على أرضية ملعب فرانس فيلا بالغابون. كما هو معلوم، أجرى المنتخب الوطني المغربي ثاني حصة تدريبية لها تأهبا لمواجهتي الغابون ولصطب رسم الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025. هذا وخاضت العناصر الوطنية مساء أمس الثلاثاء برانها بمركب محمد السادس لكرة القدم قبل السفر إلى الغابون، حيث ركز الناخب الوطني وليد الركراكي على الجانبين التقني والتكتيكي. جدير بالذكر أن بعثة المنتخب الوطني المغربي شدت الرحال صوب الغابون اليوم في رحلة مباشرة تمهيدا لمواجهة المنتخب الغابوني في تصفية تركانا. هذا وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الغابوني بعد غد الجمعة بمدينة فرانسفيل، على أن يستقبل يوم الاثنين 18 نوفمبر الحالي بالمركبة الشرفية بوجدة لسوتو. أفادت تقارير صحفية أن ريال مدريد يعتزم إجراء بعض المبيعات في الأشهر المقبلة لإنعاش خزينة النادي. وفقا لصحيفة ريفيلو الإسبانية، فإن حضر الحفلات الموسيقية بملعب سانتياغو برنابيو حتى إشعار آخر دفع النادي الملكي للبحث عن تعزيز خزينته من خلال إجراء بعض المبيعات. وأكد المصدر ذاته أن ريال مدريد لا يزال في وضع مالي صحي للغاية، لكن مسؤول النادي الأول فلورنتينو بيريزا يرغب في إجراء عملية بيع واحدة أو اثنين لتعويض عن النقص الذي تم تسجيلها. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 4 لاعبين قد يتم بيع عقودهم في حالة وجود عرض جيد، يتعلق الأمر بتشواميني وميندي وكذلك سيبانوسا والدولي المغربي إبراهيم ديازا. في ذات السياق، أفادت تقارير صحفية إسبانية أن لويس إنريكي مدرب فريق سان جيرمان الفرنسية يسعى للتعاقد مع الدولي المغربي إبراهيم ديازا لاعب فريق ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الشتوي المقبل. وأفادت صحيفة الناسيونال الإسبانية أن لويس إنريكي يسعى إلى تقوية الخط الهجومي لسان جيرمان وضخ دماء جديدة بعناصر ذات مهارات فردية قادرة على منح الفريق دفعة نوعية تساهم في المنافسة على الألقاب وعلى رأسها دور الأبطال. وتبع المصدر عينه أن المدرب يرى في دياز لاعبا قادرا على سد الفراغ الذي خلفه رحيل النجم الفرنسي كليان بامبي إلى ريال مدريد، مبرزا أن دياز يتناسب تماما مع ما كان يبحث عنه لويس إنريكي في الهجوم لكونه لاعبا قادر على اللعب بين الخطوط ويمتاز برؤية شاملة للملعب. أثار النجم المغربي الشاب إلياس بن صغير اهتمام نادي برشلونة الإسباني، وذلك بتوصية من الأسطورة ليونيل ميسي، حيث يسعى النادي الكتالوني لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. هذا وقدم برشلونة عرضا مغريا لنادي موناكو لضم اللاعب، حيث لم يتم الكشف عن تفاصيل العرض المالي، لكن تشير المصادر إلى أنه عرض ضخم يغري النادي الفرنسي بالتخلي عن لاعبه الشاب. وتألق بن صغير مع موناكو خلال الموسم الحالي من الدورية الفرنسية رغم صغر سنه، كونه أحد أصغر لاعبي البطولة، وذلك بعدما برزت موهبته بشكل لافت مما جعله محط انظار العديد من كبار الأندية الأوروبية. يسعى برشلونة لتعزيز الصفوف بموهبة شابة وواعدة، وذلك بتوصية من الأسطورة ليونيل ميسي استعدادا للمستقبل. يعد إلياس بن الصغير أحد أبرز اللاعبين الشباب الموهوبون والذين يمكنهم تطوير مستواهم مع برشلونة الإسباني ليكون من نجوم كرة القدم العالمية في المستقبل القريب.
كشف مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وليد الركراكي عن رؤيته وخططه بوضوح قبل مواجهتي الكابون وليسوتو في تصفية كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025. أظهر الركراكي في الندوة الصحفية جانبا حازما وحاسما لا يترك مجال للغموض، إذ أعلن أن تمثيل المنتخب الوطني شرف يتطلب الإخلاص والرغبة الحقيقية، محذرا اللاعبين من أي تردد أو محاولة للضغط على المنتخب الوطني لاختياراتهما. وقال الركراكي: المنتخب المغربي لا يقوم على لاعب أو مدرب بعينها. وأكد الركراكي أن الأسود ليست ملعبا لأي نوع من أنواع الابتزاز، وأن كل من يفتقر للالتزام يجب عليه التفكير في مسار آخر بعيدا عن المنتخب المغربي. كما أشار إلى استدعاء رضا بالحيانة لاعب هيلاس فيرونا الإيطالي لتعويض غياب أمير ريتشاردسون بعد تعرضه لألم في الساق، مما يعكس الحاجة إلى التوازن في اختياراتها بين الجاهزية والطموح. وبالنسبة للدفاع، أوضح الركراكي أن اختياره آدم ماسينا جاء ليشغل مركز المدافع الأوسط، فيما أعطى حكيمي ومزراوي صفة الركائز التي لا تعوض، مؤكدا على أهمية هذين اللاعبين في خططه للمنتخب. كما أبدى استعداده لاستعادة لاعبين من ذوي الخبرة مثل رومان غانم سيس وجواد الغميق شريطة أن يكونوا في قمة جاهزيتهم البدنية، مما يشير إلى النهج القائم على الكفاءة والاستعداد الكاملة. الركراكي لم يغفل أيضا عن قضية حراسة المرمى التي تبدو مستقرة وقوية بفضل وجود العملاق ياسين بونو والطموح منير المحمد، مما جعل المدرب يعرب عن ثقته الكاملة في هذا المركز. وأوضح أن استدعاء أربع حراس لا يعتبر قرارا غريبا، بل يعكس فلسفته في تعزيز التنافسية بين اللاعبين. وأشار إلى أن المنتخب المغربي لا يواجه أي مشكل في هذا المركز، لكنه في الوقت نفسه لا يتجاهل البحث عن المواهب الشابة لضمان استمرار القوة في هذا المركز الحساس عند الحاجة إلى تجديد الدماء مستقبلا. وفيما يتعلق بالغياب المثير للجدل للنجم المغربي حكيم زياشة، كشف الركراكي عن تواصله مع اللاعب مؤكدا أن القرار استند فقط على الحالة البدنية الحالية لزياشة، إذ لم يخد سوى دقائق قليلة بعد عودته من الإصابة، مما دفع المدرب إلى اتخاذ قرار استبعاده تقنيا. وبشفافية قال الركراكي أنه لا يوجد أي خلاف شخصي مع زياشة، مؤكدا أن باب المنتخب الوطني المغربي مفتوح له متى استعاد لياقته ومستواه المعهود. أثارت صورة النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان مع صديقه المقرب الفرنسي كليان بامبي لاعب ريال مدريد جدلا واسعا بين الجماهير. وخلقت الصورة التي التقطت خلال إجازة ثنائية صدمة كبيرة لدى الجمهور الرياضي بعد ظهور شيشة في الخلفية، مما جعلهم يتساءلون عما إن كان اللاعبان قد قاما بتدخين. وكان بامبي قد نشر الصورة عبر حسابه على إنستغرام أثناء لعبه البلايستيشن مع حكيم، مما أثار ردود فعل سلبية بين مشجعي فريق ريال مدريد والمغاربة. وكان بامبي قد تم استبعاده مؤخرا من قائمة منتخب فرنسا بسبب إصابة طفيفة، واستمر غيابه عن المباريات الدولية خلال هذه الفترة. بالمقابل انضم أشرف حكيمي إلى المنتخب الوطني المغربي، والذي بدأ الاثنين الماضي استعداداته لمباراتي الكابون وليسوتو المبرمجتين يوم الجمعة والاثنين القادمين لحساب الجولتين الخامسة والسادسة عن المجموعة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة للنهائيات كأس الأمم الإفريقية. يذكر أن مباراة الكابون الأولى ستجرى بمدينة فرانسفيلا يوم الجمعة على الساعة 8 مساء، فيما يحتضن الملعب الشرفي لوجد المباراة الثانية يوم الاثنين المقبل على نفس الساعة 8 مساء. في واقعة غريبة وصفها البعض بالفشوش الزايد،
قام الدولي المغربي حكيم زياش بإلغاء متابعتي لحساب الناخب الوطني وليد الركراكي على تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام، ما اعتبره متتبعون للشأن الرياضي أنه قطع للتواصل بين الاثنين. وأجمع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على أن سبب إلغاء زياش لمتابعة حساب الركراكي راجع إلى قرار الأخير بعدم استدعاء نجم غلطة السرايا التركي للمشاركة في مباراتي المنتخب الوطني المغربية للدلكابون ولسوط. وكان مسؤول بارز في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أوضح أن قرار عدم استدعاء لاعب حكيم زياش للمشاركة في مباراتي المنتخب الوطني المغربي ضد الغابون ولسوط ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 25 المقررة على الأراضي المغربية يعود لأسباب فنية بحتة ولا علاقة له بتدوينة حول فلسطين. وأشار المسؤول ذاته إلى أن مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي يحافظ على التواصل مع اللاعبين سواء أولئك الذين يستدعيهم لمباريات المنتخب الوطني المغربي أو الذين لا تشملهم القائمة خاصة إذا كانوا يعتبرون من الركائز الأساسية للفريق. يذكر أن تقارير إعلامية أكدت تلقي المايسترو المغربي حكيم زياش لتحذيرات بشأن مواقفه من القضية الفلسطينية من طرف أحد أفراد الشركة المكلفة بإدارة المشوار الاحترافي للعبة، حيث طلب منها توخي الحيطة والحذر للتعبير عن آرائه، مشيرا إلى ضرورة عدم مهاجمة أي جهة معنية لتجنب التأثير على علاقتهم مع الأندية، خاصة مع اقتراب اللاعب المغربي من الرحيل عن ناديه الحالي غلطة السرايا التركية. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأن أتنا الإعجاب ديالكم، ما تنسوش تشاركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.